والدي، ماذا تفعل هنا؟ من هذا الرجل؟ وكيف وصل إلى هنا؟ يا حراس، لا يجب أن تلمس ثعبان العالم، وإلا نهاية العالم سوف تحل علينا. ماذا تفعلون؟ دعوني أذهب. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، أكلنا بندنا تستطيع في كل الأزمان. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ It's me Dorito، ولدي هنا قاتل الضحك وزينجو. فيديو اليوم يا أصدقاء عن SCP من تصنيف كيتر، وهو SCP-7222 والذي يسمى يورمنجندر. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك. والآن لنبدأ. بالنسبة إلى الميثولوجيا الاسكندنافية، هاي مهلا مهلا، ما الذي تعنيه ميثولوجيا؟ هاي أيها الأبلة، ميثولوجيا تعني أسطورة. أوه رائع، كم أنت ذكي يا قاتل الضحك. حسنا يا أصدقاء، لنكمل. هنالك ثعبان عملاق ووحشي جدا، وهذا الثعبان لديه التفافات تنتشر حول العالم أو حول الكرة الأرضية، ويقال أيضا أن هذا الثعبان سيواجه ثور الأسطوري في معركة حتى الموت. ويقال أيضا إن ثعبان العالم هذا ليس بخرافة، وهو موجود في الواقع. ووالدي قال أيضا أنه لديه الدليل، وعندما سمعت هذا من والدي لقد عذرته. ربما قال هذا لأنه كان تحت تأثير الشراب وقد شرب كثيرا، ولكن بعدها أخرج الصور. الذي رأيته كان شيئا محيرا جدا، وجعلني أشعر أنني صغير جدا في هذا الكون. رأيت جسد الثعبان، كان ببساطة عبارة عن عشرات من الأقدام في الثخانة والطول، منتشرا بلا نهاية عبر كهف عملاق متجمد. وعندما سألت والدي كيف كان قادرا على التقاط الصور حتى، أو إن كانت هذه الصور حقيقية، ولكن هنا والدي صمت لمدة دقيقة، ثم بعدها قال لي أنه كان لديه صديق قديم ولكنه الآن توفي، هو الذي التقطهم. وبعد التقاط هذه الصور بمدة قصيرة أعطى ذلك الصديق لوالدي الصور، وعندها شعر صديقه بالمرض. في البداية كانت مجرد حمى، ولكن ثم تبعها صمم ثم عمى، وفي النهاية شلل كامل. وكل هذه الأعراض حدثت في خلال 48 ساعة. أصبح لحمه متنخرا وجسده تعفن واندثر في قطع بساعة أو ساعتين قبل موته. أطلق عليه والدي اسم لعنة اليورمنجندر. حسنا يا أصدقاء، كما قلنا سابقا إن SCP-7222 من تصنيف كيتر، وهو معروف أيضا باسم يورمنجندر، وهو كائن ثعباني عملاق وجد متجمد في كهف جليدي في غرينلاند. ويقول باحثي المنظمة أنه كان نائما منذ حتى قبل القرن 11، أي قبل 10 قرون، أي 1000 سنة. أحسنت يا زينجو. وهذا الثعبان الوحشي قدر أن طوله 8 أميال مع جسم عضلي، ولكن على أي حال من الذي بنى تلك القنوات بداخل ذلك الكهف حيث ينام SCP-7222؟ في الحقيقة إن منظمة SCP لا تعلم هذا، ولكن المعروف أنه بعض أجزاء الرأس والذيل كانت مغطاة بنصوص شمالية قديمة. وبالرغم من أنه مدفون بشكل جزئي في الجليد، المنظمة بقيت قلقة. فعندما يستيقظ SCP-7222 تخاف المنظمة من أن هذا الثعبان سيهدد كل البشرية بسبب حجمه العملاق. ولقد سجل أيضا أن الأشخاص الذين اكتشفوا SCP-7222 شعروا بمرض بسرعة وماتوا بعدها. وليس بالضرورة أن تلمس هذا الثعبان، بل يكفي فقط أن تكون بالقرب منه، فوجوده هو سم بحد ذاته. المنظمة كانت خائفة جدا لما كان قادرا على فعله، فالتسجيل التالي يعطي لمحة صغيرة عن الخراب الذي ربما سوف يحصل إذا استيقظ SCP-7222. اسمي كول وأنا أمين الأرشيف للمنظمة. اليوم سوف أعطي الفرصة لتسجيل القدرات الدفاعية الذاتية للكائن الثعباني. أولا وقبل كل شيء، السم لم يحدد بعد، وهذا الشيء ليس مفاجئا. وعندما يصبح الشخص على اتصال مع السم والسم يقطر من يده، فسينبعث هذا الغاز إلى الشخص وسوف يسقط مباشرة على الأغلب. وبمجرد دخول هذا الغاز إلى أجهزة الشخص فسوف يصبح في عداد الموتى. انسوا أمر الترياق، لأن كل المحاولات لصنع الترياق باءت بالفشل، فإن المنظمة تحتاج للعديد من الاختبارات الجديدة. ومن خلال الاختبارات العادية للسم أثبتت أن هذا السم معقد جدا، فإن تركيبة هذا السم عندما يؤخذ بداخل زجاجة خارج الكهف
فلن يعد له أي تأثير، وهذا يعني أن كل الفحوصات يجب أن يتم إجراؤها بقرب جسد SCP-722. ويقول البعض إن السم هو ليس آلية دفاعية على الإطلاق، ولكن السم كان هدفه مواجهة ثور إله الرعد. ويجب ملاحظة أيضا أن انبعاثات الغاز السام ليست مميتة بقدر السائل الذي يفرزه جسمه، وإن محاولات اكتشاف الكهف الجليدي هي محظورة تماما على الجميع إلا في حالة إعادة الصيانة، وهذا بسبب حادث ما وقع هناك، حيث أظهر SCP-722 ازديادا في النشاط العقلي. وإن العميد الجنرال للموقع 103 صرح أنه أي أحد شهد يدخل أو يغادر كهف SCP-722 سيطلق عليه النار مباشرة. في يومي الأخير كان لدي الشرف لكي أشارك مع المجلس 05، كما تناقشوا مع مدير الموقع وباحثين عديدين حول ما التصرف المناسب مع SCP-722، والوسيلة الأولى التي سوف يتم اتخاذها ستكون إخلاء الموقع 103 وكل القرى والبلدان المجاورة. واعتقد الباحثون أيضا أنه بسبب حجم SCP-722 العملاق جدا وتخفيه الصعب، فإن أي محاولات لإيذائه باستخدام أسلحة تقليدية سيكون بلا جدوى. فرصتنا الوحيدة ستكون بالحصول على مدافع على الموقع 103 لمحاولة قتله، ونأمل أن ينجح هذا الأمر. وإن فشل هذا الأمر اقترح مدير الموقع L بجعل المخلوق 190-DE، فهذا سوف يساعد في الاحتواء أو حتى قتل SCP-722. طبعا إذا كانت القصص الشمالية صحيحة عندها ستكون هذه فرصتنا الأخيرة. 190 ثورستان نوردمان، أحب هذا الرجل ولكن لا يجب الاعتماد عليه. ألم يصرح ثورستان عن نفسه أنه حارس هذا العالم؟ بالطبع إذا جعلناه يساعدنا في القضاء على SCP-722 سوف يقبل، أليس كذلك؟ أتظن ذلك؟ اسأل نفسك هذا السؤال، أين كان ثورستان عندما تسبب كاجيو في خراب العالم؟ أين كان ثورستان عندما ذبح المخلوق SCP-6004 الملايين؟ ثورستان قوي للغاية، هذا صحيح بدون أي شك، فبينما هو يمتلك قوة تفوق الخيال، ولكن عند القتال الفعلي لن يكون جيدا كفاية. علاوة على ذلك لقد قمنا بتسجيل صوته، حيث نعتقد أنه أخبر والده أودين أنه رفض مقاتلة الأفعى. أعلم أنه من الصعب سماع هذا، ولكن ثورستان ليس فعالا لطالما كان كذلك، وغالبا سيكون دائما هكذا. وهنا مدير الموقع L وقف صامتا ولم يتكلم، وأدرك أيضا أنه غير قادر على تغيير ما قاله رئيسه. لكن لا تقلق، نحن لدينا بالفعل شيئا ما، ومنذ الحادثة مع SCP-6004 والكاجو كنا نعمل على مدرعة يطلق عليها اسم مايلونير تايب 3. إنه هيكل خارجي قتالي متقدم، وإنها ترشح كل السموم وتأتي مجهزة بأسلحة صغيرة صانعة للمعجزات، وهو أيضا يجعل المستخدم أقوى وأسرع أيضا. أيها السادة، من يود أن يوقع ويصبح حارسا حقيقيا لهذا العالم؟ لن نحتاج إلى الخبرة، فالمايولنير لديها قدرات دفاعية ذاتية. وهنا قمت برفع يدي وتم قبولي بدون أي أسئلة من قبل المجلس. وبينما لم أبدأ بعد باختبار هذه المدرعة، استطعت الشعور بأن المنظمة قد اقتربت خطوة أكثر لتأمين واحتواء وحماية هذا العالم، أو هكذا كان يبدو الأمر عندها. اندفع والدي من خلال الباب. لا، خطة المايولنير أو أيا كان ما لديكم يجب ألا تنفذ. اليومين غاندر لا يجب تشويشه. والدي، ماذا تفعل هنا؟ من هذا الرجل؟ وكيف وصل إلى هنا؟ يا حراس، لا يجب أن تلمس ثعبان العالم، وإلا نهاية العالم سوف تحل علينا. ماذا تفعلون؟ دعوني أذهب. وبينما قاوم ليقاتل الحراس الذين يمسكون به، تقدم أحد أعضاء المجلس وأبعدهم بهدوء وقال له: ما الذي تقوله؟ أية نهاية عالم؟ وهنا جلس والدي والتقط أنفاسه، حمل لي مجموعة شرائح وأخبرني أن أضعهم على جهاز إسقاط. الصورة الأولى أظهرت مقارنة بين SCP-722 المجمد وما بدت عليه الرموز القديمة، والتي بدت مثل SCP-722 بشكل خفيف. يومين غاندر، ثعبان العالم يجب أن يبقى كما هو. كما ترى الطريقة التي يمسك بها بذيله هذه الأوروبوروز، الختم الذي يحافظ على توازن هذا العالم مع بعضه البعض، لا يجب أن يحطم.
وهنا قلبت إلى الصورة التالية والتي كانت سلسلة من الرسومات وأيضا آثارا قديمة منحوتة ومخطوطات والتي تتوافق مع تلك الموجودة على SCP-722. الرسومات تصور SCP-722 قد حرر ذيله وهو الآن داخل معركة مع أشكال بشرية عديدة. هذا راجناروك أو جزء منه. الذي تراه هنا هو معركة شرسة بين عدوين خالدين، يورمينغاندر وثور أو ثورست نوردمان كما تدعوه. انتظر لحظة، أتقصد أنه حصل من قبل؟ منذ عقود يورمينغاندر أطلق ذيله وسبب اضطرابات عنيفة. الثعبان توجه إلى الأرض وغمرها بالمياه، ولقد تقدم ونشر سما مالئا الهواء والماء أيضا. وهنا تقدم ثور باتجاهه ليقوم بقتله. قتلوا بمعركة كبيرة والتي دامت لأيام وليالي. أخيرا ثور كان قادرا على صد يورمينغاندر وأعاد أوروبوروز توازن العالم. لكننا لا نزال نتحرى عن هذا الموضوع، وإذا استطاع ثور هزيمته عندها فبالتأكيد هو يستطيع فعلها مجددا وبسهولة أكثر هذه المرة بمعداتنا. لماذا تعتقد أن ثور لم يساعد عندما هجم الـ SCP-6004؟ إن سم يورمينغاندر جرح ثور بعمق، كاد أن يقتله لولا قوة الشفاء. حتى عندها السم قد شله بشدة، فمعركة أخرى مع كائن آخر بنفس القوة سيعني هذا الموت لثور. وهنا عم الصمت داخل الغرفة، وأطلق أحد أعضاء المجلس زفير وخرج دون أن يقول أي شيء، ومدير الموقع إل ربت على كتفي وتبع الآخر. وعاجلا الجميع غادر الغرفة، فقد بقينا أنا ووالدي. نظرت إلى الصورة وارتجفت. حسنا أصدقائي، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في أمان الله. أهلا بكم بعالم تغزور وحوشه بكل مكان، كالنربان دنة تستطيع في كل الأزمان، ليست كوابيسا ولديها جواسيسا، تنشر الرعب فينا ولن يبقى للأمن بصيصا.